لكن ابو تريكه، ابو تريكه زحلقها حلوه قوي ووضعها بشكل رائع ادي امامنا الجماهير، الجماهير لا شك جماهير الترجي تعشق ولعب رجولي. ادي امامنا الصوره المرفوضه، ادي الصوره المرفوضه اللي طبعا يعني نرفضها في ملاعب شعبين. ادي امامنا هنا، ادي امامنا هنا لقطه نرفضها ولا تعليق، دول ابنائنا وحاول ان نرسخها في اذهان شبابنا. ومخرج المباراه الله يعطيه الصحه والعافيه على هذه ساند امامنا هو في هذه اللقطه. راحت حزينة على هذه المشاهد، أشعر بالحزن الشديد لأن ما يحدث أمامي يعني لا شك مهزلة حقيقة. يعني نفكر في ترك الرياضة، إن كانت الرياضة هكذا، كانت الرياضة أو أمور هكذا، لأن هذا أمر لا أستطيع أن أوصفه. المباراة لم تنتهي بعد، ولكن يعني